اسم. في حدث يعتبر واحدا من أبرز وأهم الأحداث التقنية في المنطقة والعالم، تتسابق نحو 145 جهة حكومية من الإمارات على استعراض أحدث تطبيقاتها في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورحلتها في التحول الرقمي، في سعي منها لتحقيق رؤية الإمارات في استشراف واستحداث مسرعات المستقبل وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق الإنجازات وابتكار الحلول للوصول إلى الريادة العالمية. هذا اليوم نحن عندنا أكثر عن 27 مشروع موجود، 60% منها مشاريع جديدة. هذه المشاريع تنقسم للمتعاملين وكذلك الموظفين. جائحة كورونا نحن يعني نحمد الله على كل حال، جائحة كورونا كانت لنا نحن فديوة يعني بوزيتيف، مش البوزيتيف للجائحة نفسها بس بوزيتيف كديوة، لأن نحن تقدمنا كثير خصوصا من ناحية التكنولوجيا الموجودة، سرعنا بعض الأمور. من جهتها تشارك المملكة العربية السعودية في المعرض من خلال جناح وزارة الداخلية بستة محاور رئيسية تبرز أهم الحلول التقنية التي توصلت إليها في مسيرتها نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من أبرزها منصة أبشر وخدمات الهوية وخدمات ضيوف الرحمن وغيرها من الخدمات التي يتم عرضها بعدد من الطرق التقنية التفاعلية. الوزارة وبالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي قدموا السنة هذه مشاركة جيدة ولله الحمد، نحن فخورون بالمشاركة. المنتجات التي عرضت تعكس مدى التطور التي وصلت المملكة في المجال التقني، في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، أيضا في مجال الأعمال الميدانية. أيضا هناك لدى الوزارة نواة ومبادرة تكون بإذن الله تعالى إحدى روافد لأبشر ويبشر داخلية، وهي توفير العمل عن بعد لموظفيها. وقد ركزت المؤسسات الحكومية الإماراتية في مشاركاتها على إبراز أهم المشاريع وأحدثها التي تم إنجازها وتقديمها لخدمة المجتمع في مختلف المجالات بصورة تعزز استراتيجية بناء المدن الذكية السعيدة والمستدامة وتحقق الرفاهية للمجتمع وتشجع في الوقت ذاته العقول المبتكرة على تبادل الخبرات والمعرفة فيما بينها. عبدالله الزعمي، قناة الغد، دبي.